هنتكلم في حاجتين النهاردة، هنتكلم في حاجة اسمها ليست وحاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها ليست وحاجة اسمها لايبرري. ما ينفعش نقعد في البلكونة حسين بحر جدا. تمام كده؟ خش يا عم بعد احنا بنسجل. تمام؟ هنتكلم في ليست ولايبرري. طيب ايه الليست؟ ببساطة شديدة انت اي كل ما يقع تحت تخزين بيانات بيقع تحت ايه؟ ليست، تخزين بيانات. بخزن مثلا، عايز اخزن اسماء موظفين، عايز اخزن كونتكست بتاعت موظفين، عايز يكون عندي مثلا مجموعه من التاسك اعمل لها اساين لناس. تمام؟ فكل ما يقع تحت ستورج بيانات فاقدر اخزنها في حاجه اسمها ليست. والليست دي، الليست دي عباره عن برضه مجموعه من التمبلز. تمام؟ يبقى تاني ان الليست دي عباره عن ستور لديتا، ان انا اقدر استور ديتا فين؟ في الشيربوينت، اقدر ان استور سيت اوف ديتا. زي ايه مثلا؟ ازاي ان انا مثلا اقدر استور بيانات عن امبلويز، اقدر استور مثلا تاسكات بتاعتنا اللي في الشغل، اقدر استور كونتاكتس. تمام؟ فكل ما قعد ان انا اقدر اخزن تحت حاجه معينه، ومش كمان تخزين بس، تقدر كمان انت تكريت داتا جديده، يعني تقدر ان انت تضيف موظف جديد، تقدر ان انت تعدل في بيانات موظف، تقدر ان انت تسلكت بيانات الموظفين. تمام؟ تقدر ان انت تعمل سيرش، تقدر ان انت تعمل ايه؟ ديليت. تمام؟ دي كلها اقدر اعملها على مستوى ايه؟ على مستوى اي حاجه تخص ايه؟ ليست. تمام؟ طيب الليست دي ببساطه شديده انت كل ما عليك فيها بتعمل حاجتين. تروح جاي عامل الفورم بتاعتك، ترسم الفورم بتاعتك. يعني فورم انا ببدا ارسم مثلا حاجه خاصه باليوزر نيم، وحاجه خاصه مثلا، او حاجه خاصه بالنيم، وحاجه خاصه بالايميل، وحاجه خاصه مش عارف بالسالري. تمام؟ وهو شير بوينت مسؤول ان هو يروح يكاري الداتا بيز بتاعت ايه؟ الحاجه دي. فهو الشير بوينت عندي مسؤول كده ان هو يروح يكاري لك ايه؟ الداتا بيز بتاعتك. طيب. بناء على الفيلد اللي انت اخترته، اللي انت اخترت الفيلد ده اللي اسمه نيم مثلا، نيم ده كان من نوع مثلا تكست بوكس. فهو يروح جاي عامل لك كولوم في الداتا بيز، الكولوم ده من نوع مثلا انفاركار او فاركار، لمين؟ للنيم. تمام؟ طيب. في كل حكايه انت بترسم بس، مجرد انك ترسم اللي اوت بتاعتك، هو في الاخر هيجي يقول لك ايه؟ هادي تابيس. تمام؟ طيب اي ليست عامه او اي لايبر عامه فيها مجموعه من الحاجات المهمه، من ضمنهم الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم فيها حاجه اسمها فيو، ان انت تقدر تغير في شكل الليست بتاعتك. بمعنى شفت انا عايز مثلا اعمل فلتريشن، عايز اعمل ايه؟ يعني انت سجلت بيانات عن موظفين رقم اللي اسمه مين؟ بتوع الامبلويز. نعمل الحاجات دي تطلع في الفيديو. طيب انت سجلت بيانات مثلا ايه؟ عن الموظفين. طب انا عايز اعمل فلتريشن، يعني مثلا انا مسجل بيانات الموظفين بتاعتي عن طريق الديبارتمنت، فانا عايز الداتا ما تتعرض، تتعرض باي ديبارتمنت، يقول لك تحت الديبارتمنت الفلانيه مجموعه من ايه؟ موظفين. فانت بتقدر تغير في شكل الداتا ايه؟ بتاعتك عن طريق حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فيو. تقدر تعمل حاجه اسمها فيرجن، يعني اي الفيرجن ده بيكون على مستوى ايتم جوه الليست. يعني ايه ايتم؟ يعني رو، يعني اي حد بيدخل يعدل في الليست دي ويدخل يعدل في رو معين فبياخد من رو ده ايه؟ فيرجنز. تمام؟ بياخد من رو ايه؟ فيرجن. في فيرجن 1 فيرجن 2 الى ما لا نهايه. او انت ممكن تعمل ليميتيشن ليه؟ ده عملت فيرجنز، تقول مثلا عايز الايتم ده تاخده خمسه ايه؟ خمسه فيرجن. طيب ايه تاني؟ بتعمل له حاجه اسمها اليرت. انا كادمنستريتور عايز اعرف مين اللي بيدخل مثلا يأديت فين في الحاجه زي كده، فبيعمل حاجه زي الاليرت، زي الفيسبوك ما بيجيلك نوتيفيكيشنز كده، فتقدر تعمل حاجه زي كده. تقدر برضو يكون عندك ايه؟ ايميل. تمام؟ والايميل بس فانتوا عامه هنا بس عشان اقدر ان انا اسند يو ار ال بتاع ليست معينه لحد معين. يعني مصطفى او صابر كاريت ليست وعايز يقول لحسين مثلا، لحسين لو سمحت احنا كاريتني الليست تحت اليو ار ال ده، فبتبعت له ايه؟ لحسين از الايه؟ از ايميل. تمام؟ طيب حاجه كمان من ضمن الحاجات الموجوده على الليست مهمه جدا، وهي حاجه اسمها الورك فلو. الورك فلو دي هيكون ليها درس خاص بيها هنبدا نتكلم عنها. من ضمن الحاجات اللي موجوده على الليست برضه حاجه اسمها ابروف. ايه ابروف دي؟ ان انا كادمنستريتور عايز اللي يضيف ايتم جوه الليست، مش الايتم ده مش هينضاف غير ما يكون الادمنستريتور يعمل له ايه؟ ابروف.
فيفضل الايتم في حاله الابروفمنت لغايه ما انا كادمنستريت ادخل اعمل ايه؟ ابروف الايتم. تمام؟ طيب اخر حاجه هي حاجه اسمها الكونتنت تايب. ايه الكونتنت تايب دي؟ انا عايز هو ما تيجي تعمل اي ليست هيعمل لك ديفولت اضافه رو. تاني اما اجي اضيف اي ليست راح يجيب مثلا ايه؟ الليست فور لين. الليست فور لين دي بيعمل لك يعني كده نيو مثلا نيو ايتم. فهو عامل لك حاجه ديفولت. طب افرض انا عايز اضيف كونتنت تايب جديد يعني اضيف او اغير في طريقه اضافه الرو. فانت عشان تقدر يكون عندك تقدر تغير في اضافه الرو فانت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها كونتنت تايب. تمام؟ فدول كلهم تحت برضو ايه؟ تحت الليست وتحت مين؟ مش فقط ليست، تحت الليست وتحت ايه؟ وتحت اللايبرري. طيب ازاي ان احنا بنكريت ليست؟ تعال نبدا نشوف ازاي هنبني ميكانيت. هنروح للشير بوينت نفتح السايت اللي احنا كنا عاملينه. عامه كريت ليست شباب بتكون بس فين؟ في الحاجه في التمبلت اللي هي من نوع تيم سايت. تاني اي ليست او اي لايب ما اقدرش اكريتها غير ما بكون في التمبلت سايتس او ان التمبلت بتاعها من نوع ايه؟ تيم سايت. انت ممكن تروح من هنا تقول له مثلا في شيء من ضمن التابت اللي عندك ايه؟ عندك حاجه اسمها ايه؟ اد ليست اند لايبرز. لا اي تمبلت تاني اصل يكون مثلا عندك حاجه اسمها بلوج. طب بلوج هحط كومنت احط بوست مش هتلاقي عندك ايه؟ عندك. فانت عشان يكون عندك الحاجات بتاعت الدوكيومنتيشن دي كلها لازم يكون عندك ايه؟ بنسمي الحاجات دي كوميونتي. كوميونتي يعني احنا كتيم عشان نشتغل مع بعض فعشان كده اسمها تيم سايت. كل اللي محتاج الناس اللي هم بيشتغلوا مع بعض في تيم فحاطينها في حاجه اسمها ايه؟ تيم سايت. تمام؟ طيب عشان تضيف ليست تبدا تبص على اللينكه دي عشان نقدر نضيف ايه؟ ديف ليست اللي هي اد ليست اند لايبرز عشان نقدر ان احنا نكريت ايه؟ كريت ليست. طيب هتلاقي في عندك هنا هتلاقي يقول لك ايه؟ يور ابس. تمام؟ هتلاقي عندك في النوت ووركس دي، نوت ووركس دي اشهر حاجات الناس بتستخدمها. اشهر حاجات اللي هم الثلاث حاجات دول هو الدوكيومنت لايبرري وحاجه اسمها كاستميت وحاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها تاسكس. تمام؟ هتلاقي دول اشهر حاجات الناس ايه؟ الناس بتستخدمها. تاني احنا نرجع تاني احنا دلوقتي فين؟ في السات كوليكشن بتاعنا اللي احنا مسمينه ايه؟ ام اتش مين. وتروح اد ليست اند ايه؟ اند لايبرز. تمام؟ او ممكن تيجي من سيتنجز فوق هنا وتقول له اد ان اب. اد ان ايه؟ اد ان اب. او ممكن اجيبها من السايت كونتنتس، يعني اقدر اجيبها من ثلاث حاجات، سايت كونتنتس واقدر اضيفها في المين هنا واقدر ان انا اضيف ايه؟ الاد ان اب. هضيف ايه؟ هضيف ليست على مستوى السايت كوليكشن. طب انا لو حطيت سايت على السايت كوليكشن الليست اللي هتشوفها؟ الليست بص في عندنا حاجه هنتكلم فيها ان شاء الله حمين حاجه اسمها ويب بارت. تمام؟ الويب بارت ده انا عايز اخد الليست دي والناس تتعامل معاها، يعني انت ضفتها على مستوى السايت كوليكشن وانت عندك سب سايتس تانيين، بس انا عايز السب سايتس التانيين دول يتعاملوا مع الليست دي. انت عندك حاجه اسمها ويب بارت. ايه الويب بارت ده؟ ويب جزء من ايه؟ من الصفحه بتاعتك. فانت تبدا تحدد جزء من الصفحه بتاعتك وتقول له لو سمحت انا عايز اعرض في الجزء ده الليست انا عملتها. فهوريك ازاي ان انت تضيف مثلا في سايت كده تضيف مجموعه من ايه؟ مجموعه من الحاجات. تمام؟ فانت هتيجي مثلا عن قد ايه؟ ليست اند لايبرز. يعني الحاجات دي هتعمل لها دوكيومنتيشن. هيظهر في الفيديو. انا عايز اوقف عشان اشوفه. بس 8 دقايق حرام. ايه؟ طيب افتح. طيب عشان نضيف اتفقنا ان كل ليست لها ايه؟ لها تمبل. تعال نبص كده على الحاجات الايه؟ الموجوده عندنا. هتلاقي من ضمن اشهر الحاجات اللي موجوده عندنا حاجه اسمها عندنا حاجه اسمها ايه؟ تاسكس. تعالى ادخل على تاسكس. لو ضغطت على تاسكس بيقول لك انت هتكريت واحده جديده. فانت هتقول له مثلا ايه؟ انا عايز اكريت تاسكس. فانت تضغط عليها هيظهر لك بوب اب كده تكتب فيها اسم ليه؟ اسم الليست دي اللي انت هتعملها جديده. عايز اسميها ايه؟ قول له ان انا هسميها ماي مثلا ماي تاسكس او اي تي تاسكس ايا كان. اي تي تاسكس او ديفلوبر تاسكس. وقول له كرييت.
تمام، هيرجع يعمل لك في السايد كونتنت بتاعك تمام تحت عندك حاجه اسمها ايه اي تي تاسكس. تقدر بقى تدخل على الاي تي تاسكس دي كليك كده عشان نضيف ايه، نضيف تاسكات. طب انا مثلا عايز ادي صابر تاسك وعايز ادي ايه وادي مثلا مصطفى تاسك تمام، فهتلاقي هو عامل لك ديفولت تمبلت كده لمين، للاي تي تاسك. ديفولت تمبلت يعني ايه؟ يعني عندك ليست والليست دي حاطط مجموعه من الكولومز جاهزين، انت مش ما مضيفتش اي حاجه ايه جديده تمام، فهو عامل لك الحاجات دي الجاهزه. طب انا عايز اضيف على ادي تاسك لمصطفى وادي تاسك لحسين، طب هل صابر او مصطفى موجودين في الاكتف دايركتور عندي؟ مش موجودين. فين؟ في الاكتف دايركتور تمام. طيب انت عشان تضيف حسين ومصطفى في الاكتف دايركتوري او مصطفى ومصطفى في الاكتف دايركتوري، هنروح فين؟ هروح الاكتف دايركتوري عندنا في الدومين كنترولر وتعالى نفتح المكنه بتاعت الدومين كنترولر. نوقف بس الفيديو كده عقبال ما ايه. طيب ونفتح حاجه اسمها اكتف دايركتوري يوزر اند كمبيوترز، ومن اكتف دايركتوري يوزر اند كمبيوترز هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نضيف اليوزر بتاعه. تحت يوزر هنبدا نقول له ايه؟ رايت كليك، هنضيف ايه؟ هنضيف نيو يوزر. وتعال نضيف التلات يوزر بتوعنا، مثلا هنضيف مثلا مصطفى تمام، ونضيف اللوجن بتاعه مصطفى تمام كده، وقول له نكست، ونضيف الباسورد ومتعمل نضيف يوزر كمان، هنقول مثلا صابر. مساءتك يا اسطى، هتطلع على يوتيوب بقى وايه وقشطه الحقيقه ايه بي سي مان. هنقول فينيش، تعال نقول نضيف في اخر يوزر اللي هو اسمه مثلا حسين، حسين الجنزور، عمك وعم عيالك. بيبيع ايه ده؟ بيبيع خضار. هنضيف الباسورد تعالوا نكس فينش تمام. يبقى احنا كده ضفنا ايه؟ التلات يوزر بتوعنا. ممكن نرجع بقى نرجع على الماشين بتاعت شير بوينت ل اس بي تمام، وعايز اقول له ان انا هضيف تاسك جديده لواحد من ايه؟ من ضمن الناس اللي احنا ضفناهم فين؟ في الاكتف دايركتوري. اما تيجي تقول له هنا في عندك تاب اسمها ايه؟ نيو تاسك، او فوق كده عندك حاجه اسمها تاسكس، قلت له انا عايز اعمل ايه؟ نيو ايتم وهضيف ايه؟ تاسك جديده. فتعال قول له هضيف تاسك جديده كده، فيبدا يوديك البيج الثانيه. البيج الثانيه دي تبدا تضيف فيها ايه؟ الشخص اللي انا هضيف له التاسك بتاعه تمام كده؟ طب هو يعني تبقى تيم جوه الشركه او مثلا هي يعني عامه زي ما بقول لك تيم، ما هي شغل فانت اكتر في شغل اللي عملت ايه لو الناس شغاله في تيم. طب انا مثلا يعني انا لما بعمل المشروع ده الناس معينه مش هيستفادوا من الاوبشن ده؟ ليه؟ ما انت ممكن لو انت عايز تخلي الناس مشروع معينين يتضافوا، زي مثلا الحاجات اللي بتتحط زي في حاجه اسمها ويب سايت كده تبع جوجل اسمه اسانا او اسانا، في حاجات دي في اه، فتلاقي حاجات زي كده لو انت عايز تسيبها بابليك للناس ممكن تعملها بابليك للناس، يعني مش شرط الناس كادمن يعني، او مش شرط جوه ايه؟ جوه الشركه يعني تمام. طب انت عايز تسمي التاسك دي، فممكن مثلا اسمي التاسك دي لو هسميها شير بوينت 2013 ماشين انستليشن. طب هتبدا امتى التاسك دي؟ قلت مثلا ممكن التاسك دي تبدا يوم مثلا، او انا هديها لك مثلا تبدا من بكره تمام، وتنتهي مثلا يوم 30. طيب هيقول لك انت عايز تاساين التاسك دي لمين؟ عايز بقى اساين التاسك دي لواحد من ضمن الناس، فتعال قول له مثلا كده مصطفى، فيبدا يسيرش عن اي حاجه في ايه؟ كلمه مصطفى هنا هتلاقي بيعمل لودنج هنا كده لغايه ما يطلع لي مصطفى اهو تمام. ده اليوزر اللي احنا ضفناه في الماشين بتاعت مين؟ بتاعت الدومين كنترولر. هقول له ايه؟ ده انا هعملها اساين لمين؟ مصطفى. وتعال قول له ايه؟ قول له سيف. يبقى احنا كده ضفنا اول تاسك في مين؟ في الليست بتاعتنا اللي اسمها ايه؟
اللي اسمها اي تي تاسك، ونوع التمبل بتاعتها تاسكس. اهو تمام، هتلاقي ان انا عندك ادي الليست بتاعتك، ان هي اول تاسك ليها عباره عن شير بوينت 2013. الديو بتاع الديو دي تبيعها هتاخد كام؟ 6 ايام فروم نام. ده ممكن تعمل حاجه ظريفه كمان من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اعملها، ممكن انت مصطفى له بروفايل، ممكن اخلي البروفايل ان التاسك بتاعت مصطفى توصل له ايه؟ بروفايل يبقى مصطفى عنده التاسك دي النهارده، فتظهر في حاجه في البروفايل كده اسمها ماي تاسكس، فمجرد ما الاساين تاسك لمصطفى فبتظهر عنده في الايه؟ في البروفايل بتاعه. تمام كده؟ طب ممكن برضه اضيف ايه؟ من هنا، هنا برضه هديك نفس حاجه، ممكن تيجي تقول له برضه نيو تاسك كده. هو خلص التاسك دي لكن انا استنى مثلا، لو هو خلاص في عندك حاجه اسمها هنا ايه؟ لو علمت كده مارك از ايه؟ مارك از كومبليتد. تمام؟ وتقدر تتابع البروجرس بتاعها. يعني تقدر تشوف هو خلص لغايه فين؟ يعني لو ما تفتح بس النيو والتاسكس. خليك معانا كده اهو. لو لانس بتاعت وينز بتاعك حصل لك سيبوات في الماشين بتاعتك، بس افتح سي ام دي تمام، واكتب اس ال ام جي ار داش ري ارم. تمام، هيقول لك كومنت كومبليت سكسس، اعمل ريستارت قول اوكي، واعمل ريستارت للويندوز بتاعي. بعد كمان اعمل ريستارت مش هنلاقي سيبار دي وداون تاني. اعمل ريستارت طبعا. قلت له نيو تاسك، بص في بعض الاوبشنز سهل، لو قلت له شو مور كده تمام، هتلاقي في التاسك نيم هنا اكتب تاسك نيم ثانيه. ممكن اكتب تاسك نيم مثلا سينس هوبر، مثلا ممكن اقول ايه كريت فورم. كريت تاسك ثانيه؟ اه تمام. ولا كريت ليست ثانيه؟ بكريت تاسك ثانيه جوه الليست، يعني رو جديد. تمام، هقول له ستارت ديت امتى؟ ممكن اقول له ستارت ديت مثلا من يوم 30 لغايه مثلا تخلص يوم برضه يوم 30. تمام، طب هتصنع لمين؟ ممكن اقول ان انا اصين ايه؟ الصبر. تمام، اه اصين الصبر. تمام، طب الكومبليت بتاعها انت بقى بيبدا امتى؟ الكومبليت بتاعها خلص من ايه؟ قد ايه؟ تمام، طيب عايز تحط ديسكريبشن حط ديسكريبشن. في عندك حاجه اسمها بريديسيسورز. البريدسيسورز دي هي انت لو انت عايز تاساين تاسك قديمه مع تاسك انت هتعمل ايه؟ فبتقول له ايه؟ بتقول له اد. تمام كده؟ طب البريورتي دي هل هي عاديه لازم تتعمل ولا لو عادي يعني ما اخدش بالك؟ لا، فانا ممكن احطه ايه؟ هاي. طب التاسك دي ستارتد ولا ايه؟ بروجرس ولا كومبليتد ولا ايه؟ فانت بتقول حط ايه؟ حاجه انت عايز تاخد له ايه؟ تقول له سيف. فدي تمبلت من ضمن التمبلت اللي موجوده اسمها ايه؟ اسمها تاسكس. تمام؟ اقدر اغير في الفيو بتاعها. شفت الحاجه اللي هي تحت دي كده، في عندي اول تاسكس، في عندي حاجه اسمها كالندر. تقدر تغير في شكل ايه الفيو اللي هو الديفولت المعروض ده. اقدر اقول له ايه؟ كالندر دلوقتي كده، فيبدا يظهر زي الاوت لوك كده كالندر اهو. تمام، ادي الاساين مثلا تاسك كانت الاول مصطفى ايه كانت ايه. تمام، اللي هي التاسك اللي واخده من يوم 25 ليوم مثلا 29. تمام، و التاسك اللي كان واخدها صواب اللي كانت كريتي كريت فورم كانت ايه المفروض تخلص مثلا يوم كذا. فاي فغير لك شكل ايه؟ شكل الدنيا از كالندر. ممكن لا اقول انا عايز بس اجيب الكومبليتد. ممكن لو مصطفى مثلا خلص التاسك واقول له مثلا ايه كده، لما انا اعمل عليها علامه زي خط كده هي عباره عن كومبليت. لو جبت كومبليت كده فيجيب لك ايه؟ يجيب لك التاسك زي بس ايه كومبليت. فهو بيعمل كانه عامل عمليه فلتريشنز وبلس ان هو غير في الفيو الاساسي بتاع ايه؟ بتاع الليست دي. تمام كده. في عندك برضو ايه؟ بعض الحاجات التانية، وكمان تقدر تعمل ايه؟ كرييت فيو. هنشوف كل الحاجات دي كاستمايزيشن كلها في حاجه اسمها ايه؟ كاستمايز. اي سؤال عامه هنا؟ طيب تعال نبدا نشرح في حاجه اسمها سيرفي في ليست.